السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لاعب مغربي، لاعب أرسنال، وين اختيار المغرب يعني كيفاش قال لهم كان قرار يعني قرار في محله. شو الناس كيفاش والناس وين يعني وين عبر المغربي إسماعيل ولد محمد لاعب فئة شبان نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته بحمله قميص منتخب المغرب الأول مرة بعد مشاركته مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة خلال معسكر الإعدادي الذي اختتم الجمعة الماضية، يعني بمركب محمد السادس الدولي بن معمورة ضواحي مدينة سالا. وقال هذا اللاعب في تصريح خاص إنه فوجئ بالبنية التحتية الجيدة التي يتميز بها المغرب، مشيد بالمرافق المركب يعني المعمورة وتجهيزاته، والذي قضى فيه 5 أيام من الاثنين حتى الجمعة الماضية برفقة المنتخب الوطني للشباب. وتبع سمعت عن وجود يعني جودة سمعت عن جودة المركب محمد السادس من بعض الأصدقاء الذين سبق لهم المشاركة في معسكرات تدريبية مع المنتخبات المغربية هناك، ورغم ذلك فوجئت بالكثير من المرافق التي تضاهي بل تفوق بعض المراكز الرياضية هنا في لندن أو في أوروبا عموما. كانت تجربة رائعة رغم قصر مدتها، وشعرت بالارتياح كبير حين القرار باختيار اللعب لصالح منتخب بلدي الأصلي. اللعابة الناس كي تجيب اللعابة كيفاش هم يخدموا اللعابة، يعني الناس يدور ما قالكش يا ودي لا 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 ما عندها الناس يجيبوا قلب الحبة. هنا راه هنا كتب لنا كيفاش عرفتوا هنا الخيارات تاعهم كي دايرة، خيارات فاشلة، ناس فاشلين يجيبوا الفشل والفشل في الفشل ويا مشاكل. هذه على هذيك ما نديرو والو، على هذيك رانا على هذيك حنا ما نديرو والو. شوف الناس كي تخدم، شوف السنغال كي تخدم، شوف تونس وتونس تونس روحوا شوفوا الإيبا تاعهم، روح شوف تونس، روح كاليفي كوب دي مون في الأرجنتين، روح الله يجعل يديروا حالة إن شاء الله بربي. نتمنوا لهم ان شاء الله بربي يتاهلوا ويروحوا بعيد ابعد نقطه ان شاء الله، هذو في خاوتنا فهاديك الله يجعل يروحوا، ما نحسدوهمش، انا ما حسدتش، انا اللي يخدم الله يعطيه ويزيده، الله يعطيه ويزيده، اللي يخدم الله يعطيه ويزيده. ديري كما زي لا فريق ضعيف فريق منا، انت تحت الارض، انت راك تحت الارض. انا بقيت مخلوعه الاعلام تاعنا فتو الله يهدر الحقيقه باغي يدورها باللي المغرب ضعيف، تونس ضعيف، اودي انت راك مكاش، هما راه كاين عندهم اسم ضعيف، انت مكاش تاع كاع الحروب مكاش، يلمو لك كاع الحروب لافابي كامله يلموها لك، وما يصوروا لكش كلمه تاع باش تولي ضعيف ما عندكش، باش تولي ضعيف ما عندكش، هاك اش تايلا انت باش انت راك مور ضعيف وراك تخدم باش تولي ضعيف وما عندكش ما صدتي في بلادك نظمتها سمعت كف وطلقوك بالهزائم الثقيله، وتزيدو تهدرو مش عيب عليكم الرجاله منا قالوا لكم ايه قلت تروح اي حنا نروحو كوب ديمود، راحو لكوب ديمود منا من الجزائر، الرجاله جات هنا من الجزائر راحت كوب ديمود، الرجاله جات هنا إليميناتكم، رجالة جاو هنا يعني داو نصف تأشيرة تاع غانا، راه لي داو نصف تأشيرة وراحوا وربحوكم وطلقوكم جيتو، بعد تهدرو، خشتي لا ولا، انت هنايا سي محمد، انت هنا داو لك كوب دي موند هنا، بعد والغلبة والغبينة، النهار اللي خسرت المغرب خسر مع فرنسا. الناس ولاو يصوروا التصاوير ولا يقولوا اي الطياره قلعت، انت الطياره كاع ما قلعتش، انت هنايا من البيلوط هنايا دار تشخن ايكاب يعيط له قال له طفي قلع له الاخر الكورس تاع الباتري،
قال له الكوست تاع الباتري وين بيت روح؟ قال له ولي يا روح اللي تاع وجهك تاع تاع وجهكم انتوما كنت ولي اي ديركم كوب دي مود منا ما خلاكمش تروحوا ما خلاوكمش تروحوا من شو كيفاش منا قلعك هات شو قال لك قالت هيا روح هيا تلبع هيا هيا هلي كيما هاك الرجال راحت لعبت انت ما لعبتش ضحك على الغاشي. وأكمل لعبنا مباراتين وديتين أمام منتخب بوركينا فاسو وين سمحت الفرص للتعرف على زملائي في المنتخب المغربي وعلى أفراد الطاقم الفني لتوديد علاقتي بهم بعدما لعبت في صفوف يعني المنتخب الهولندي لفئة تحت 15 و17 سنة في الوقت السابق ولم أجد فرق كبير في طريقة التدريب والتسيير حصص الإعدادية في المقابل التجهيزات التي وفرها لنا الاتحاد المغربي كانت الأفضل. وأوضع إسماعيل ذو 18 ربيع أن اختياره جاء بإعز من شقيقه الكبير صالح لعاب رديف أرسنال الإنجليزي والذي حسم قراري باللعب للمغرب في الوقت السابق غير أن إصابة منعته من المشاركة في معسكر إعدادي الأخير الذي أجراه المنتخب المغرب تحت 23 سنة شهر مارس الماضي يعني بالرباط. وأضاف وإن تتدرج يعني في فئات نادي في نورد الهولندي وحظيت بدعوة في سن مبكر للمنتخب الهولندي يعني غير أن يعني ميولي العاطفي كانت دائما تتجه للمغرب لا سيما عندما أشاهد نجوم مغاربة مثل حكيم زياش لعاب تشيلسي الإنجليزي ومزراوي لعاب باير ميونخ الألماني قد تدرج في الفئات السنية لهولندا قبل أن يحسم مستقبلهما الدولي مع المغرب في نهاية المطاف وهما الآن يعني أبطال لدى الشعب المغربي بعد استماعات يعني بعد إنجازهم يعني في بلوغ المغرب نصف النهائي مونديال قطر. استخدم ناس تدي العبرة عندهم والديهم عندهم منا العبرة كدايرة لا يعيطوا لهم حنا مهام للعابة تاعنا هنا المنتخب الوطني الجزائري هادو الشباب هادو ما كانوش يعيطوا لهم برك ما كانوش يعيطوا لهم كانوا يتهموا فيهم بالخيانة ويتهموا فيهم ما كانوش يعيطوا لهم حرام ما يعيطوا لهم وعنان يشعل عندهم العام جا الشايب يشعل جا واو لا اي تنورين يعيطوا لهم قالوا لا نورمال لا هذا ما كانوش يعيطوا لهم برك على مكان. وتبع اللعاب ارسنال الانجليزي بقوله شقيقي سبقني في حسم مستقبله الدولي مع المغرب لكنني سبقته بارتداء قميص المغرب والمشاركه في مباراه معه يعني ضحك مبدي يعني في وقت ذاته فرحته الكبيره بهذا القرار مؤكد انه سيبذل يعني قصر جهده ليكون عند مستوى تطلعات الطاقم الفني المنتخب الشباب حتى يحقق حلمه في الصعود إلى المنتخب المغربي الأول في السنوات القليلة المقبلة ويشارك برفقته في منافسات كأس أمم إفريقيا وفي نهائيات كأس العالم. والجدير بالذكر أن إسماعيل ولد محند يشغل منصب متوسط ميدان هجومي وولد في مدينة ديان يعني الهولندية وبدأ مسيرته الكروية في نادي في النورد قبل أن يتنقل للعب مع أرسنال برفقة يعني برفقة شقيقه صالح ويعد من أفضل المواهب الكروية الصاعدة في المنتخب المغربي للشباب يعني ناس ما شاء الله يعني ناس وين راهي تخدم يعني وين نقولوا بلي غادي تكون يعني في نقولوا بلي غادي يكونوا في المستوى اليوم الله غالب ورجع لي شو بير ما هدرتش على ليسبيرونس ترجي مستغل ترجي مستغل ما تشوف كيفاش يخدم تشوف بارادو كيفاش ربحت لياسما ولا اربيت اورجو بنت زاوج جورجو كاع اي بركا من عاد يطلع لك كارتي ويخلي لك خلي لك الصحه.
دير والو. قال لي هكا تبان لهم، انا نقول لهم عليها تتبان يا سورجو باينه هذيك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وسعيدكم.